أهلا بكم جديد، نتابع معكم دائرة الشرق ونتحدث عن الصين. هدف أكبر، هدف طويل الأمد، الريادة المطلقة. خطة الصين 2049 هو حلم بكين لتوسيع نفوذها عالميا على شتى الأصعدة، حيث وضعت نصب أعينها أهدافا يجب تحقيقها بحلول مئوية تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2049. بكين تكرس كل ما لديها لتحقيق هدف الصين 2049، حلم بلاد بأن تصبح كاملة التقدم بحلول مئوية تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ثقل الخطط في تفاصيلها. الهدف على المدى القصير هيمنة الأيديولوجية الحزبية داخليا حسب مؤسسة راند، لا معارضة، لا عقبات ولا تيارات موازية. الأهداف متوسطة المدى تتعلق بالتقدم اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا، فعام 2035 مفصلي، فبحلوله يتم التحديث الكامل للقوات العسكرية الصينية وتحقيق التفوق في الابتكار التقني والإنتاجي، ما يأتي مع تعزيز القوة الناعمة. أما قطاع النقل فسيشهد شبكة سكك حديدية تمتد لمئتي ألف كيلومتر، وشبكة طرق سريعة تنتشر لنحو 460 ألف كيلومتر، وشبكة أخرى مائية تمتد لنحو 25 ألف كيلومتر، وبناء أكثر من 160 مطارا مدنيا في البلاد، كل هذا بحلول 2035. وبذلك يتحول تصنيف الصين إلى اقتصاد متوسط النمو ودولة اشتراكية حديثة حسب الخطة. تقديرات تضع الصين في ريادة الصناعة بحلول 2040 بفارق أكبر بكثير مما تحظى به الآن على أمريكا. طبعاً وراء كل هذا أكبر مشروع بنية تحتية في التاريخ، مبادرة الحزام والطريق التي قد تجعل من الصين جوهرة تاج الاقتصاد العالمي. حلم 2049 واضح بطموحه وبتصريح الرئيس الصيني تشي جين بينغ. الصين ستصبح دولة اشتراكية حديثة مزدهرة وقوية، ديمقراطية متقدمة ثقافياً ومتناغمة اجتماعياً. إذن عندما نتحدث عن الصين لابد أن نتحدث عن مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية، وهنا يطرح السؤال الذي طرحناه عليكم على الشرق.com/vote للتصويت: هل ينجح التقارب الروسي الصيني في منافسة الريادة الأمريكية؟ هذا السؤال كان أمامكم للتصويت، سوف نشاهد معا كيف جاءت النتائج. يبدو بأن هناك 50% مساواة في النتائج بين نعم أو لا، أو ربما تردد بمعرفة هذا الجواب حتى الساعة، بأنه هل يمكن للتقارب الروسي الصيني أن يكون هو المنافس للولايات المتحدة الأمريكية في ريادتها للعالم. طبعا نحن نناقش هذا السؤال، نعرض المعلومات ونضع الأفكار ونترك لكم الرأي، سجلوه على الشرق.com/vote أو الشرق نيوز وهي على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. أنا لمناقشة هذا الموضوع أسأل أصحاب الرأي والمعلومة وأيضا وجهات النظر، وأرحب هذا من الشارقة عبر تطبيق زوم الدكتور شاوجين شاي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الشارقة. أهلا بك دكتور شاي معنا في دائرة الشرق. دكتور شاي، نتحدث هنا عن حلم الصيني، أهلا بك. نتحدث عن الحلم الصيني، نتحدث عن 2049. طبعا الرئيس الصيني يقول بأنه يريد دولة اشتراكية حديثة في هذا التوقيت، بعد حوالي 28 سنة من الآن، يريدها مزدهرة، متنوعة، ديمقراطية، متقدمة ثقافيا ومتناغمة اجتماعيا. اشرح لي ما هذه الصفات، وهل يمكن تحقيق كل هذه الأهداف؟ أبرز العوائق أمام الصين لتحقيق حلمها هذا. يا
Yes, thanks for شكرا having me. على These dreams استضافتي. are so-called Chinese هذا dreams or 100 الحلم years plan for الصيني Chinese Communist ترجم Party في خطط للبلاد وللشعب، وهناك مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وأهداف لتوحيد الدولة. وكما قلتم فإن سياسيا يكون هناك نظاما تحت إدارة الحزب الشيوعي، اقتصاديا تود أن تكون دولة متقدمة ليس بالضرورة قوة اقتصادية عظمى ولكن متوسطة الدخل من جهة إجمالي الناتج المحلي، لأن هناك عدد كبير من السكان في الصين، وبالتالي تحاول أن تكون ضمن الاقتصادات متوسطة التقدم، وتود أن تكون القوة الأولى أو الثانية عسكريا، وأن تكون قادرة على الدفاع عن الأراضي والمصالح الصينية. وأخيرا بالنسبة للوحدة الوطنية، فالهدف هو الاتحاد مع تايوان. إذن هذه هي الخطة المئوية للحكومة الصينية وللصين التي وضعتها نصب أعينها. طيب سيد شاي، كثيرون يتحدثون عن أنه حقيقة ضيفنا منذ قليل قال يعني الريادة الأمريكية لا يمكن تهديدها للعالم. ما هو رأي الصين فعليا، وهل تتوقع أنه في عام 2049، أعرف أنها خطة داخلية بالنسبة للصين، ولكن أيضا تتضمن خطة الحزام والطريق التي تربطها بكل اقتصاديات العالم ويلف اقتصاد الصين حول العالم، هل ترى بأن هذه الريادة الأمريكية ستكون مهددة آنذاك؟ هل تريد الصين أن ترى عالما مختلفا بعد حوالي 30 عاما من الآن؟ كيف تتصوره؟ سؤال في محله. الواقع أن القيادة الأمريكية الآن تواجه صعوبات اقتصادية وعلى وجهات متعددة بسبب جائحة كورونا أيضا، فإن الصين واثقة بأن النظام الصيني والنظام الصيني الاشتراكي متفوق على النظام الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بمواجهة آثار الجائحة. ولكن من جهة أخرى يجب أن نقر أن الولايات المتحدة متقدمة لجهة نظامها الديمقراطي والتكنولوجيا والقوى الناعمة لديها. إذن غالبا تدعي الحكومة الصينية بأننا دولة نامية، وأننا بحلول عام 2049 سوف نصل إلى مقام الدول المتطورة، ولكن تعاني الصين من الكثير من المشاكل الداخلية بين الشرق والغرب، وهناك عدد كبير من السكان وهم متقدمون في السن. إذن كل ذلك يتطلب من الصين أن تتعامل مع هذه التحديات لكي تتمكن من أن تتغلب على الريادة الأمريكية. طبعا إذا ما أصبحت الصين قوة عالمية فنحن بصدد نظام عالمي مختلف يستند إلى الأيديولوجية الاشتراكية والثقافة السائدة التي كانت سائدة في الإمبراطوريات السابقة، ويعني ذلك أن هناك عالم يربط شرقه بغربه، وأن يكون هناك آسيا وأوروبا هي مركز العالم وليس أمريكا الشمالية. وقد يحدث ذلك إذا تحولت الصين إلى قوة عظمى، ولكن حتى الآن الصين تتعامل بتواضع مع هذا الأمر وتقول إن هذا الهدف لن يتحقق إلا إذا تغلبت على مشاكلها الداخلية. طيب أشكرك دكتور تشاي، أرجو أن تبقى معي. أنت تتحدث عن قيم الديمقراطية أو عن النظام السياسي عندما تحدثت عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بالفعل يعني موضوع هذا التقرير. فقادة الغرب دوما يتحدثون عن القيم، يتحدثون عن المبادئ الغربية للديمقراطية. لنلقي نظرة على الطرف الآخر لنتعرف على قيم ومبادئ الصين وكيف تختلف عن تلك الأمريكية.
أعود إلى دكتور تشاو جين شاي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة شارقة. دكتور شاي، أنت تحدثت عن طبيعة نظام الحكم، وكثيرون كما ذكرت يراهنون بأنه حتى ولو تقدمت الصين كعملاق اقتصادي، حتى لو كان لها شأن عسكري وأيضا طبعا شأن تقني ومن حيث الإنتاج، ولكن يبقى هناك ثغرة لها علاقة بالثقة بالنظام الشيوعي أو نظام الاشتراكي أو بسلطة الحزب الواحد الذي ومركزية القرار الذي يقوم عليها الحكم في الصين. كيف تنظر أنت إلى هذه النقطة؟ Yes, there is this suspicion or هناك شك تجاه نظام حكم الحزب الواحد وقدرته على تخطي نظام الحريات والديمقراطية في الغرب. لو طرحتم هذا السؤال منذ 10 سنوات لقال الجميع أن هذا النظام غير قادر على التنافس أو مواجهة الأنظمة الأخرى، وأن ليس هناك قوة ناعمة، لأن كان هناك محاولات في السابق إبان حقبة الاتحاد السوفيتي، وحتى بعد ذلك حاولت الصين وحدها القيام بذلك، وسرعان ما لاحظت أن نظام الحزب الواحد لا يناسب الاقتصادات المتقدمة ووحدة البلاد، وهي تحد من الحريات الشخصية وفيها الكثير من القيود. أما الآن فيبدو أن الأمور تتغير، والصين لديها ثقة أكبر بكثير وتقول إننا نظام اشتراكي، وهناك بعض المزايا لذلك، ويمكن أن تساعد في التغلب على صعوبات مثل الجائحة مثلا، ويمكن حشد الموارد والشعب لتقديم التضحيات لتحقيق التقدم الاقتصادي، ويمكن التركيز على الصورة الكبرى لتعزيز الإنتاج مثلا، ويمكن أن يكون ذلك على حساب ربما الحريات الشخصية لصالح النظام المجتمعي. وكل هذه الأمور تشير إلى أن هناك ميزة في النظام الصيني، ولكن من جهة أخرى طبعا فإن هذا النوع من الاشتراكية مختلف، لديه سمات صينية، وهو حكم الحزب الواحد برقابة وبحريات شخصية محدودة، ولكن اقتصاديا هو اقتصاد السوق منفتح ويسمح بالاستثمارات، وربما هذا الجمع بين السيطرة السياسية والمشاريع التنموية والاقتصاد المتقدم والمنفتح على الأسواق العالمية قد يثبت أنه نظام جيد للصين، ويسمح لها بأن تدعي بأن نظام أفضل ربما. أوكي دكتور شاي، لا لا نعم، لو سمحت لي بالتأكيد، يعني الإيجابيات التي ذكرتها الكل يعرفها، وهي سرعة القرار، قدرة التحرك بسرعة، ويعني استخدام المصادر ويعني ما يحتاجه البلد، ولكن السلبيات أريد منك أن أفهمها أكيد بالنسبة للداخل الصيني. يعني اليوم كيف هو الداخل الصيني فيما نقارنه كما ذكرت بالقوى الناعمة وقيم ديمقراطية وحرية التعبير والتعبير الشخصي التي نعرفها في الديمقراطيات الغربية، وأيضا ما هي السلبيات لهذا النظام بالتعامل مع الدول الأخرى ومع العالم؟ طبعا مع هذا النظام الاشتراكي هناك مجموعة من المساومات، وهذا النظام لا يشجع على الإبداع وعلى الابتكار، وربما أيضا لا يشجع على ريادة الأعمال، وسوف يتعين على الأشخاص أن يضحوا بحرياتهم الشخصية وربما أيضا ببعض حقوقهم، خاصة الحقوق السياسية والمدنية، وذلك لصالح تحقيق الأهداف الوطنية
ولكي يتمتعوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وبالنسبة للصينيين بسبب تاريخهم وثقافتهم، الكثير من الصينيين قبلوا أن يضحوا بهذه الحريات وقبلوا هذه الحريات المحدودة مقارنة مع الآخرين، لأنهم يقروا بأن بلادهم مختلفة ويجب التضحية بهذه الأمور لمستقبل البلاد ولصالح الجماعة. إذن ربما هذه هي المساومة الأساسية التي يجب أن نقر بها، وهذا هو الثمن الذي يدفعه لتحقيق هذه الخطة المئوية. طيب سيد شاي، سألتك أيضا عن الثمن بالتعاملات الخارجية، ماذا عن الثقة بأن هناك نظام واحد فقط في البلد، وعدم الثقة بأنه يمكن أن يكون يعني المصالح متبادلة؟ Yes, it is a dilemma, though. Yeah. طبعا عندما تتعامل الصين مع العالم الخارجي، عادة تقول إن لا تقول إن هذا النظام، نظام الحزب الواحد، هو نموذج يجب أن يحدث في الخارج، وعادة ما تقلل من أهمية هذا النظام، وبدلا من ذلك تركز على التقدم الاقتصادي والقواسم المشتركة. وخلال فترة زمنية كانت تود الصين أن تروج لنظامها السياسي والثقافي، ولكن لم يسمح لها بالتقدم كثير. شاوين شاي أستاذ العلوم السياسية، شكرا في العلاقات الدولية في جامعة الشارقة، شكرا لك على الانضمام لدينا في دائرة الشرق، سعدنا بمشاركتك وبالمعلومات التي وضعتها أمامنا في دائرة الشرق. وبهذا نصل إلى ختام سنين الصين ودائرة الشرق، طبعا غدا لقاء جديد، تصبحوا على خير.